لا ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية من خلال الاتصال العرضي. لا يمكنك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من العناق أو التقبيل أو المصافحة أو مشاركة الطعام أو استخدام نفس المرافق. لا ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الهواء أو الماء. يساعد فهم الحقائق في تبديد الخرافات وتقليل الوصمة. الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية يستحقون الكرامة والاحترام والتعاطف. ثقف نفسك لكسر الخرافات ودعم المتضررين. إن إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية هو الطريقة الوحيدة لمعرفة حالتك. يمكن أن يساعدك هذا الاختبار في فهم وضعك الصحي بشكل أفضل. يعد التشخيص والعلاج المبكران أمراً بالغ الأهمية لإدارة فيروس نقص المناعة البشرية ومنع الإيدز. يمكن أن يؤدي العلاج المبكر إلى تحسين نوعية الحياة بشكل كبير. تتيح لك معرفة حالتك اتخاذ قرارات صحية مستنيرة ومنع انتقال العدوى. يمكنك أيضاً حماية أحبائك من خلال اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة. يعد اختبار فيروس نقص المناعة البشرية سرياً ومتاحاً على نطاق واسع. يمكنك أن تشعر بالراحة والأمان أثناء إجراء الاختبار. يمكنك إجراء الاختبار في العديد من مرافق الرعاية الصحية أو استخدام مجموعات الاختبار المنزلي. هذه الخيارات توفر لك المرونة والراحة. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن إجراء الاختبار إذا كنت قلقاً. يمكنهم تقديم المشورة والدعم اللازمين. يعد التشخيص والعلاج المبكران ضروريان لحياة صحية مع فيروس نقص المناعة البشرية. يمكن أن يساعدك العلاج المبكر في الحفاظ على صحتك العامة.